بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى أتباع راقي الخرافة والدجل، راقي الكهانة، راقي الشعوذة، حامل المسك. هذا ليس براقي شرعي، هذا ليس براقي شرعي يا مساكين. عندهم منشورات، ماذا قال فيها المنشور الأخير؟ ماذا يقول في هذا الرق المخرف الدجال؟ أتباعه مصابون بالعمى، أتباعه إما أنهم غير ملتزمين لا يتبعون الكتاب والسنة على فهم الصحابة، وإما أنهم جهلة لا أعرف، وإما أنهم مرضى مصابون بالمس. اسمعوا يا أتباع هذا الرق المخرف الدجال ماذا يقول لكم. قال لكم: إذا رأيتم في المنام شخصا بلون أبيض فهذا جن مسلم، وإذا رأيتم في المنام شخصا بلون أسود فهذا يهودي، وإذا رأيتم شخصا في المنام بلون أصفر فهذا نصراني، وإذا رأيتم شخصا بلون رمادي فهذا مشرك. إلى هذه الدرجة يلعب بعقولكم يا مساكين، إلى هذه الدرجة وجدكم حمقى ومغفلين. من أين له بأن اللون الأبيض يدل على الجن المسلم، واللون الأسود يدل على الجن اليهودي، واللون الأصفر يدل على النصراني، واللون الرمادي يدل على المشرك، والبوذي على أي لون يا مسكين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا يستحمقكم، هذا يراكم بأنكم حمقى ومغفلين، يلعب بعقولكم. هؤلاء الرقاة أخذوا أماكن السحرة والكهنة، أخذوا أماكن المنجمين والعرافين. والله وبالله وتالله لا يجوز طلب العلاج عندهم، لا يجوز العلاج عندهم، لا يجوز سؤالهم. هؤلاء كهنة، هؤلاء كهنة، هؤلاء يتكهنون أكثر من الكهنة الأصليين. احذروا من هؤلاء الكهنة. من أين له بأن اللون الأبيض يدل على الجن المسلم الأبيض؟ من أين اللون الأسود يدل على أنه جن يهودي؟ من أين له بأن اللون الرمادي يدل على الجن المشرك؟ من أين له بأن اللون الأصفر يدل على النصراني؟ أليست هذه كهنة؟ أليست هذه الكهنة يضحك منها السحرة، ويضحك منها حتى الكهنة الأصليين، ويضحك منها حتى الدجالين والعرافين والمنجمين؟ هؤلاء رقاة خرافة ودجل، هؤلاء رقاة يلعبون بكم من أجل الظهور ومن أجل الشهرة ومن أجل أن ينتشر صيتهم، من أجل أن يشار عليهم بالبنان. احذروا منهم يا عباد الله، احذروا منهم يا مرضى يا مساكين، احذروا منهم. هؤلاء مشعوذون، احذروا منهم، احذروا منهم، احذروا منهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.